ما 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 يا حاج يا حاج طارق عند حبايبي طارق انت عليك فين يما استني هتدخل على الرجل وهو نايم جوه ولدي طارق طارق ولدي ارجع لي يا حاج ولدي ارجع لي انا مهلك علي يا حاج الواد تعبان هو انا نمت كتير وانا عيان لا يا ولدي انت بخير والحمد لله صح يا حاج لا خليه نايم ويصحى لوحده تعال يا ولدي تعال يا ولدي في حضن ابوك تعال ايه اجيب لك ايه تاكله ثلاث ايام يشرب كوبايه لبن عنيزه صغيره وسليقه فروج وبس يا راجل حرام عليك ده عمدتنا ما فيش زيه في البر كله مرحبا بكم مرحبا بكم اهلا وسهلا منورين اهلا وسهلا اهلا يا عمدي اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا يا مرحب يا مرحب يا مرحب اهلا مبروك الله يسلمك تفضلوا 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 امال الشيخ خلف فين ما كان زيت كلمة عاني ونستبرك بيه جمعة ما خرجش من مطرحي وهو ما رضيش ياكل إلا النابت والعيش وأنا ماسك فيه بإيدي وإسناني عشان يقعد معانا أسبوعين ثلاثة مش عايز يقعد أمال عايز يمشي ولا إيه يا حاج والله ما يحصل أبدا ده إحنا ما صدقنا نلقى راجل صالح وكله بركة زيه دي البلد كلها عايزة تبني له بيت هنا وسطينا البركة حلت علينا كلنا يا حاج حتى العزب اللي حوالين حسدنا عليه يبقى نسيبه يمشي كيف والله ما يحصل أبدا ايه يا شيخ نور نعم ما تسمعنا حاجة في حب النبي المال حاضر على مهلك يا ولدي واحدة واحدة واه ما تسيب الولد يا حاج خليه يرتاح شوية ما هو معايا ها انت تعبان من حاجة يا طارق لا انا عاوز اكل حالا هجيب لك السليقة لا انا عاوز اكل فتة لا الفتة بعدين خلاص ما واكلش بكرة تاكل كل اللي نفسك فيه يا حبيبي بس واحدة واحدة اقول لك ارمى حتة دلوك على قطك واتفرج على التلفزيون وما افضى هجيلك معاه يا شمندي هنا يا عم الحاج معاه يا على مهلك يا ولدي على مهلك قلبي واكلني على الولد يا حاج
حاجنا ما كناش نزلناه النهارده، هو احنا ناقصين؟ هو سيدنا هو اللي قال لازم يخرج الناس يشوفه وهو يشوف الناس. ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجة وقول له. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج عايزين استبارك يا سيدنا. سيدنا؟ سيدنا هو سيد الخلق أجمعين، محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوة يا شيخنا، والله ما عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير، مش كده؟ أيوة يا شيخنا. ما فيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وانت تعرف العفش من الزنك ايه؟ من السبحة والدجن؟ ما يعلمش المخفي جوه القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أرد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون؟ صدقت يا شيخنا صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله. لا ورحمة الغاليين ما يكون، عايزين نتمتع ببركاتك. بقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايزه قول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا. يا بنت بعد العشاء بس يلا خلصوا. الشيخ عايز وقت. نابت برضو؟ لا نابت ايه، طلعوا كل اللي عنديكم ان شاء الله تذبحيه خروف حتى يسند قلبه دلوقتي ويخلي الخروف على العشاء. طب يلا شايلوا جوار. شباب عندك لحمه قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجه. ها جدع يا بنت يا شباب، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمه وهو ياكل على قد نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مقدارك. والله كنت عدي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال بسم الله ما شاء الله كل الناس هتحبه. عملك هو للنجاة وليه رجالة. كلامك مليح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما تدعي لعيالها. تفضل يا حاج. والله تفضل تفضل. بلاش يا بلاش.
ادخل. السلام عليكم يا سيدنا. استغفر الله، ما تحملينيش ذنب يا حاجة. العفو والسماح يا سيدنا. سيدنا، أنا اسمي خلف، خلف الله. اتفضل الوكل، اتفضل يا مولانا. عنك. دكاتير حاجة على قد ما جوزهم كده، بالهنا والشفا. كتير كتير. قم قم. حاضر. خليكي جنب الباب لما مولانا يعوز حاجة. عناية يا حاجة. طيب البركة ده نسلم عليهم ونستبرك بيه. والله يا حج من طلعة الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركة، انا رحت المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم، لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميلة محمد. كل اللي بيعمله عايش على النابي. نابت؟ ايه، هو صح لنابت كد كده، ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديكو حمار ولا فروجه حتى. ده ما رضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرره اكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقوله عليه ده ان راجل بركه صح، لكن استبرك بيه كلنا. على بيمين خبط علينا الباب لوحده كده ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي. أعمل لك قهوة يا سيدنا؟ اعملي. سادة؟ سادة. وترجيني.
روح اعملي القهوة. روحي. على ما تصلوا العشاء حيكون الوكل على الطبلية، أنا محضرة كل حاجة. الشيخ خلف مش في أوضته. إيه؟ راح فين؟ راح لحاله يا حجة. زي ما جه لحاله. راح لحاله. راجل مبروك صح. واه. مش كان وصانا ولا قال لنا هنعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون يا حجة.
ده طاهر فهماني؟ البيت ده طاهر وحيفضل طاهر. خلي نشد لك جبندي اللي في المسجل، بحب اسمعه. أهلاً أهلاً أهلاً. تفضل تفضل سيدي تفضل تفضل. خير خير إن شاء الله خير. أنا عارف إني ما يحقليش إن أنا أعمل اللي عملته ده، وعارف إن أنت هتعذرني لما تعرف أنا ليه عملت كده. يقعد أمر يا سيدي. تشرب ليه يا سيدنا؟ مية. بتوقت ياسمين شابة زينة هتدرس في الجامعة، جت من مدة وقالت عاوزة تحجب، قلنا لها البركة. بعدها بمدة جت وقالت لازم تنجب، طوعناها. بعدها قفلت على روحها، أمها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهة. الحكيم قال دي حالة نفسية، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبة عريانة، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبة بتاعتنا دي والبت يوقف حالها.
الناس كلها تحكي على كرماتك يا سيدنا، والواد طارق برضه رشوانه طاب على يدك. ما تحرمناش ما تحرمناش يا سيدنا من كرماتك دي، وطلباتك كلها مجابه. انا طلبت ميه وشربتها. سلام عليكم. سلام يعني ايه؟ يعني دواها مش عندك. يعني الواد طارق دي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني. انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البنت فوق حالها يقطع القلب، وامها عتموت روحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجه. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابه، والاوضه بتاعتك مجهزه بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخد راحته، احنا جنبك، بربي تحتاج حاجة. انت مين؟